بالبداية تحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة وللسادة المشاهدين. سيدتي العزيزة، استندت القيادة العمليات المشتركة لكون هنالك عمليات استباقية، ويوميا هنالك تجديد عمليات في الكثير من صحراء الأنبار وفي باقي المحافظات وحتى في كركوك وهذه مسميات. فمن خلال بأنه التقدم إلى القوات الأمنية والاستخبارات وجمع المعلومات للقضاء على الخلايا النائمة لعصابات داعش، استند على هذه المسألة. فلا نلاحظ بأن نوعا ما، لا نقول بأنه قد انتهت عصابات داعش، ولكن قد وصلت إلى مراحلها النهائية. هذا من جانب. الجانب الآخر، هنالك عنصر مهم، القيادات الأمنية التي تشرف على هذه العملية هي قيادات تمتلك المهنية وتمتلك الشجاعة، وبين هلالين بأن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية هي الوحيدة التي الآن تبدأ بهذه العمليات. لا يوجد هنالك جهات أخرى حتى يكون تضاربات أو يكون كل يريد أن يحسب هذا الإنجاز إليه. فالآن هنالك تقدم وهنالك إنجازات تتحقق. هذا من جانب آخر. الجانب الآخر الأساسي، في السابق كان بأنه نوعا ما ضغوطات سياسية على العمليات التي يقومون بها، الآن القوة السياسية منشغلة بمسائل أخرى، بالانتخابات، بالمناصب، بالمكاسب وإلى آخره. فهذه تعتبر بأنه قد يعتبر قد استغلت القيادة العمليات والقوات الأمنية، استغلت هذا الموقف حتى تتقدم وتنهي عصابات داعش. لكن نحن إذا نريد أن نتحدث بالواقعية، عصابات داعش لم تنتهي جملة وتفصيلا إلا نعم، وهذا ما يظهر، يعني ما يظهر عدم انتهاء يعني هنا عناصر تنظيم داعش الإرهابي، هو ما حصل من استهداف وإصابة 4 عناصر من الجيش بانفجار عبوة ناسفة. بالتالي يعني كيف يمكن النظر إلى هذه النقطة أيضا؟ نعم سيدتي العزيزة، نعم 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 نعم، نحن نقول يوجد هنالك خروقات، لكن هذه الخروقات تختلف عن السابق، لكون عصابات داعش بدأ يتعامل بسياسة أخرى، وهي بالعبوات وبالاختيالات وبهذه المسميات. فالآن بأنه نحن لا نحتاج فقط بأنه عمليات وتبدأ عمليات في هذه المحافظة وتلك المحافظة وفي الصحراء، نحتاج إلى الجهد الاستخباراتي. فالآن بأنه عندما صرحت القيادة العمليات المشتركة مثل هذا التصريح، هي نوعا ما هي لا تقصد بأنه تم الانتهاء، ولكن تقصد بأنه بدأنا أو وصلنا إلى مراحل النهائية للقضاء على عصابات داعش. فهذه الذي تحدث الخروقات، هذه خروقات متوقعة بين الحين والأخرى بأن تحدث، لكون بأن حتى ينقلوا رسالة بأن نحن لحد هذه اللحظة متواجدين، لكن بواقع الحال عصابات داعش هي بدأت بمراحلها النهائية. هذا جانب. الجانب الآخر، مسك الحدود، يجب أن يكون لك مسك الحدود. إذا لا يوجد مسك الحدود بالمهنية وبأطر قانونية وباستراتيجية جديدة، سوف تعود عصابات داعش من جديد. إذن بالتالي هنا في سياق يعني هذا الموضوع، وكما تفضلتم بأنها بات التنظيم في المراحل الأخيرة، هذه المراحل كيف ستتعامل الحكومة معها وبأي طريقة ستأخذها يعني لإنهاء التنظيم بشكل كامل؟ هذا التنظيم سأعيد وأكرر، إذا الحكومة لم يكون هناك مسك للحدود وبأنه قطع كل الأوردة، لا يمكن أن تنتهي عصابات داعش جملة وتفصيلا. فعلى الحكومة العراقية بأنه أن تركز على الحدود الرابطة بين المحافظات الغربية والصحراء الغربية وبين تلك وتلك الدول الأخرى. إذا لم يتم بمثل هذه المسائل وعمليات استباقية، لا يمكن أن نقول بأن انتهاء من عصابات داعش جملة وتفصيلا. وأنا ذكرتها حتى في منبركم الرائد، عصابات داعش متوفرة لكن ليس متوفرة كما كانت في السابق. هنالك عندما نقول الخلايا النائمة تتعامل بالخفاء ليس بالعلانية، كما كانت في عندما استحلت 4 محافظات عراقية. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. ضيفي من بغداد السيد باسل الكاظمي، كاتب ومحلل سياسي.